لما نشاهد وزير الدفاع الكيان الصهيوني يزور بلد مجاورة بعد ما زارها وزير الخارجية لهذا الكيان وهدد الجزائر من المغرب وما في حتى رد فعل من طرف الحكومة المغربية. اليوم وزير الدفاع يزور المغرب، لو كان وزير السياحة قال بلاك، وزير الاقتصاد قال علاقات كانت موجودة من قبل مع إسرائيل حتى ولو كانت مخفية، ولكن لما يجي وزير الدفاع ويزور المغرب الجزائر اللي مقصودة، وين هم الأشقاء؟ وين العالم العربي؟ وين هم الإخوان الفلسطينيين؟ الصحراء الغربية هو تقرير مصير الشعب، والجزائر كانت دائما مع تقرير مصير الشعوب، والشعب الصحراوي يحصل على تقرير مصيره.